بتوجيه من الرئيس الأسد رئيس مجلس الوزراء يبدأ زيارة إلى محافظة اللاذقية لتتبع واقع تسويق الحمضيات. المصرف التجاري بالسويداء يمنح قروضا تقارب قيمتها 4 مليارات ليرة سورية خلال عام 2021. أهلا بكم من جديد. بتوجيه من الرئيس الأسد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء يبدأ زيارة إلى محافظة اللاذقية على رأس وفد حكومي لتتبع واقع تسويق الحمضيات ووضع الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم موضع التنفيذ ولقاء ممثلين عن المزارعين وتجار سوق الهال ومعامل العصائر والمصدرين لإيجاد مخارج للاختناقات الحاصلة في تسويق الموسم بما يضمن حقوق المزارعين. هذا وكان قد أقر مجلس الوزراء عددا من الخطوات التي تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على تسويق موسم الحمضيات، وذلك بعد مناقشة الخطوات الإجرائية المباشرة لتكثيف جهود تسويق الموسم. وطلب المجلس في جلسته الأسبوعية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شراء كميات كبيرة من الفلاحين بشكل مباشر وفق الأسعار الرائجة، وكلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان وضع نحو 100 سيارة شاحنة عاملة في شركات القطاع العام بتصرف السورية للتجارة لنقل الحمضيات المسوقة إلى المحافظة. كما كلف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية ومن يلزم لبحث سبل تصدير أكبر كمية ممكنة من الموسم إلى الأسواق الخارجية مع مراعاة شروط الجودة ومتطلبات الفرز والتوضيب. من خلال تتبع تسويق محصول الحمضيات وما يواجه تسويق هذا المحصول من مشاكل، تم خلال الفترة الماضية دراسة أسباب تدني الأسعار والمعوقات التي تواجه تسويق هذا المحصول. تم إعداد مذكرة للسيد رئيس مجلس الوزراء تضمنت مقترحات وزارة الزراعة لمعالجة مشاكل التسويق وتحسين الواقع التسويقي لمجمل ثمار الحمضيات. أود أن أقول أن سوريا للتجارة في هذا العام وحتى اليوم استجرت من الحمضيات من اللاذقية وطرطوس أكثر مما استجرت في العام الماضي في كامل الموسم، وكذلك أو أكثر من ضعفي ونصف ما استجرت في العام الماضي وفي العام الذي قبله، ولكن مع ذلك تبقى الكميات لا تكفي لتصريف كل منتجات الأخوة المزارعين. هناك خطة ستبدأ غدا بالشراء، زيادة الشراء وبزيادة كبيرة جدا عما تم حتى الآن، وأيضا على التوازي ستقوم السورية للتجارة بتخزين ما تستطيع تخزينه إذا تأخر تصريفه في الأسواق بسبب الكثرة. ناقش مجلس الوزراء اليوم موضوع تسويق الحمضيات من الفلاحين المنتجين وضمن عملية التنسيق بين الوزارات المختصة. تم إعداد جداول للسيارات الشاحنة للحمولات 3 حتى 8 طن العائدة لشركات الإنشاءات العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان. تم وضع جداول السيارات الجاهزة للعمل ضمن الفترة القادمة لنقل الحمضيات من مركز الإنتاج مراكز الإنتاج في المحافظتين طرطوس واللاذقية إلى مراكز السورية للتجارة أو إلى سوق الهال في كل المحافظات. شملت جولة وزير الزراعة حسان قطنة في إدلب زيارة الحقول الزراعية ولقاء الفلاحين في عدة مناطق، كما بحث قطنة إجراءات زراعة كافة المساحات القابلة للاستثمار والبالغة 16,000 هكتار. بهدف الوقوف على واقع تنفيذ الخطة الزراعية في ريف إدلب، زار وزير الزراعة محمد حسان قطنة الحقول الزراعية في مناطق سراقب وأبو الظهور
والتقى عددا من الفلاحين الذين طالبوا بالإسراع بتوزيع مادة المازوت للسقاية نتيجة شح الأمطار، بالإضافة لزيادة كمية السماد وتفعيل المصرف الزراعي بكافة خدماته التي يقدمها للمزارعين. المصرف الزراعي مفعل بغان شؤون حاليا يمول الأخوة الفلاحين نقدا، لكن كانت المطالبة لقروض من أجل تفعيل قروض الطاقة الشمسية، من أجل تفعيل الآبار، تفعيل الأراضي المروية في الريف المحرر. سيتم دراسة إمكانية زيادة كمية المحروقات المخصصة للمحركات أو التبكير، لأنه توجد خطة لتزويد كافة المحركات بمادة المحروقات اعتبارا من 1 آذار، ولكن نتيجة الظروف المناخية سيتم البدء بإعطاء مخصصات هذه المحركات من المحروقات فورا من الآن. موضوع الأسمدة طبعا نحن في 1 شباط سنمنح الأخوة الفلاحين الدفعة الثانية، مستعدون لتلبية طلبات الأخوة المزارعين بالكميات اللازمة للمحروقات بحسب الكمية التي تقرها اللجنة الزراعية الفرعية، ونحن سنباشر اعتبارا من الغد أي فلاح زرع أرضه كان مستثمر أو مالك بإمكانه يراجعنا لاستلام مخصصات ومحروقات. خطة الزراعية على مستوى المحافظة بالقمح 18,000 هكتار، بعل مزروع لتاريخي منه حوالي 11,000 هكتار، الخطة المروية حوالي 12,000 هكتار، مزروع منه حوالي 3,000 هكتار. فيها نقص في المساحات المزروعة، وجه السيد وزير منشان استكمال زراعة المساحات. الوزير ناقش مع المعنيين بالمحافظة الإجراءات اللازم اتخاذها لزراعة كافة المساحات القابلة للاستثمار، وخاصة المساحات المتبقية ضمن منطقة الاستقرار الأولى والبالغة 16,000 هكتار، مشيرا إلى أهمية التعاون بين كافة الجهات لزراعة كل شبر فيها والاهتمام بالأشجار المثمرة والثروة الحيوانية. في مطر ضعيف، فلذلك الناس القريبين على المياه وعندهم أبار عم بيحاولوا يسعوا بشتى الوسائل ينتجوا بأرضهم، إلا أنه نطلب ونتمنى من المسؤولين تأمين مادة المازوت للفلاح. إحنا كفلاحين بحاجة لدعم أكثر، الدعم أكثر، عرفت علي شو؟ دعم أكثر من مادة المازوت، دعم أكثر من السماد، تفعيل مصرفنا بشكل أوسع، بحاجة لقروض. يعني هلأ اليوم نحن بدنا مازوت، ما في، أعطونا فلاح وبدنا فقط لا غير، بس سقاية ما أعطونا. والله عم اشتغل برميل مازوت ب 600,000 ليره سوري لاسقي. العوامل الجويه وضعف القدره الماليه للفلاحين اثرت على المساحات المزروعه في ادلب، الامر الذي يتطلب جهدا لدعم الفلاحين واستكمال زراعه المساحات، ما يدعم الاقتصاد الوطني والامن الغذائي في البلاد. تسوق فرع السورية للتجارة في طرطوس بالتعاون مع الجمعية التعاونية الإنتاجية 8 أطنان من الخضار الطازجة المحمية، وتم إرسالها إلى فرعي دمشق وريفها وبأسعار التكلفة من المزارعين وإلى المواطن مباشرة. منح المصرف التجاري بالسويداء العام الماضي 486 قرضا بلغت قيمتها الإجمالية 6,919,000,000 ليرة سورية. وذكرت وفاء المصري مديرة المصرف أن القروض الشخصية شملت العاملين بالمصرفين التجاري والمركزي والعسكريين والعاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القروض الاستثمارية ولشراء العقارات. ولفتت المصري إلى أن المصرف شهد العام الماضي ارتفاعا بوتيرة الإقراض وفتح خلال شهر آب الماضي باب استقبال طلبات الراغبين بالتقدم للقروض الإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكان المصرف التجاري بسويداء منح عام 2020 نحو 396 قرضا بقيمة وصلت إلى 744 مليون و 860 ألف ليرة سورية. أعاد فرع السكك الحديدية في اللاذقية افتتاح محطة قطار بعد صيانتها وتأهيلها والتأكد من الوضع الفني لها وجاهزيتها من ناحية دخول القطار للمحطة وحركته على السكة الحديدية، الأمر الذي يسهم في تخديم أهالي القرى الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي اللاذقية وطرطوس. وسط صعوبات النقل وأزماته الممتدة لسنوات خلت والتي أثرت على وقت المواطن وعمله في محافظة اللاذقية، وبعد توقف دام 13 عاما،
محطة قطار السن إلى الواجهة. حاليا يوجد رحلتين قطار ركاب من طرطوس إلى اللاذقية، أول رحلة قيامة الساعة 6:15 من طرطوس إلى اللاذقية، والعودة الساعة 2:30 من اللاذقية. رحلة ثانية قيامة الساعة 7:05 من طرطوس، والعودة الساعة 3:30 من اللاذقية. 6 رحلات يومية، 3 رحلات متجهة من طرطوس إلى اللاذقية مرورا بالمحطة، و3 رحلات متجهة من اللاذقية إلى طرطوس مرورا بالمحطة أيضا، وفق مواعيد محددة ومدروسة لتخدم أكبر شريحة من الطلاب والموظفين. في ضغط كتير كان على السرافيس وعلى الزحمة، يعني ينزل المواطن يوقف ساعتين، بس فتح المحطة هون الحمد لله ريح المواطن من السفر لجبلي وعلى تقي بالنزلي وبالطلع، يعني كتير عطاهن كتير ريحن. جاء فتح هذه المحطة بعد توقف المدامة لأكثر من 10 سنوات بناء على طلب المواطنين في القرى المجاورة لهذه المحطة، لأنها تخدم الطلاب بشكل خاص. فرع الخطوط الحديدية باللاذقية أعد الصيانة اللازمة للمحطة وأهلها كما يلزم، إذ يحل افتتاحها جزءا من مشكلة المواصلات والتنقلات، ويخفف الازدحام في حركة الركاب من جبلة وريفها إلى اللاذقية. خدمة المواطنين كتير بالمنطقة هنا، لأن وسائل النقل قليلة جدا، تكاليف مادية باهظة، فخدمة الناس كتير. هلأ بالنسبة لرحلة القطار كتير عم بتوفر على العالم انه وقت، بالأخص بالنسبة للطلاب مشان انه أسعار رمزية، وبيوفروا وقت مشان علقة السير، بتعرف انت وضع البلد بشكل عام. خدمات القطار ممتازة، يعني عم تخدم قطاع كبير، يعني من موظفين وطلاب جامعة. احنا منطالب انه يزيدوا عدد الرحلات، يعني بدل الرحلتين هلا حاليا في رحلتين، يعني يكونوا 3 رحلات. يعني انا كطالبة جامعة وفر علي كتير، من حيث عناء الزحمة، من حيث زحمة السرافيس وكل شيء، مريح كتير، وكأسعاره رمزية كتير وبتناسب كل الأشخاص. 300 ليرة سورية هو سعر تذكرة السفر من السن إلى اللاذقية وبالعكس، إضافة إلى تخفيضات موجودة، هو سعر يخفف عن المواطن بعض الثقل في هذه الظروف التي باتت قاسية وصعبة. من محطة قطار السن، باسم عباس، قناة سما الفضائية. شاهدينا أخبار الاقتصاد انتهت، وعودة إلى وفاء. شكرا، يعطيك العافية. شكرا وفاء.